سنن ابن ماجه كتاب الدعاء باب الجوامع من الدعاء. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أبو بكر أبي شيبة نعم صاحب المصنف من الثقات الأثبات رواه له الجماعة إلى الترمذي. قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون من الثقات الأثبات رواه له الجماعة قال ابن معين ثقة لكن قال بعضهم كان ينكر عن الكوفة أنه سمعه من الجريري مختلط أبو حاتم الرازي قال ثقة إمام صدوق في الحديث لا يسأل عن مثله. قال أنبأنا أبو مالك سعد بن طارق أبو مالك سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي الكوفي قال معين ثقة وابن مائر أيضا قال ثقة عن أبيه أبوه طارق بن هشيم بن مسعود الأشجعي الكوفي رضي الله عنه وأرضاه قال البخاري له صحبة وابن حاتم الرازي قال له صحبة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وجمع أصابعه الأربعة إلى الإبهام فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك. ما شاء الله لا هذا ما يبين هيئة الرفع بيقول له هذه الأربعة هكذا ما أستطيع صلاة خلاص هذه الأربعة كذا ضمها على أنها إيه جمعت لك كل خيرات الدنيا والآخرة كانك تعد. كلين طيب أنا أبدأ بس بإجابة كلين أولا أنت فخر لكل مسلم هناك عندك نسأل الله أن يحفظك لعل الله يحفظ روسيا بأسرها الكفر الفجرة بواحد مثلك هناك. أما الرد على الصوفية فالصوفية يقولون بأن عبادة الله لفعلها للمحبة هذا ليس للعارفين ده بيطلع به إلى إيش إلى الرقي الأعلى من ذلك إلى أن يصل إلى أن يسقط عنه التكاليف ببلوغه اليقين. وأما الرد على المعتزلة المعتزلة ينكرون وجود الجنة والحديث فيه إظهار على وجود الجنة. طيب هذا حديث عظيم جمع بين جوامع الخير والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عندما قال الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدب جم مع النبي ولذلك الأدب مع العلماء واجب محتم لمعرفة الأقدار وإلا عدم إنزال الناس منازلهم هذه التي بلغت بالأمة الحضيض ولم يعرفوا الأقدار فلما لم يعرفوا الأقدار كل واحد قام في الساحة فقال أنا ابن جلة وطلع السناء في هذا الباب الحق معي ليس مع غيري ولذلك من الفوائد العظيمة في إنزال الناس منازلهم أن يعرف قدر الإنسان والإنسان ويعرف قدر من أمامه ويضع الشيء في موضعه الصحيح فلما يقول يا رسول الله هذا أدب جم مع النبي وهذا أمر من ربنا العلي عندما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه وعلت أصوات أبي بكر وعمر فأنزل الله جل في علاه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاوب له بالقول كجهل بعضكم لبعض لبعض أن تحبط أعمالكم. قال أن تحبط أعمالكم فلما قال أن تحبط أعمالكم قال بعض الرواة قال كاد الخيران أن يهلك برفع صوت فقط عند وجود النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تأدب قال يا رسول الله وهذا فارق بين الأعراب وبينهم الأعرابي كان يأتي يقول أين محمد يا محمد إني سائلك ومشدد عليك فهنا قال يا رسول الله أدبا كيف أقول حين أسأل ربي وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن رفع اليدين الأدب فيه أن يأتي بالمأثور لكن هل هذا على الوجوب؟ لا ليس على الوجوب وأيما رجل سأل بأي لغة وبأي لكنة وبأي تعبير يعرب به عن نفسه فإن الله جل وعلا يقبل. قال الله تعالى عموما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بأي دعوة
وإن كان الأقرب والأفضل والأوفق والأسد أن يكون مأثورا للعاقل اللبيب الذي جاء إلى النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كيف أقول حين أسأل ربي. وحين أسأل ربي مناط العبادة، هنا مناط العبادة، إذ السؤال لا يكون إلا لله جل وعلا، إذ عبادة الإذلال للنفس عند السؤال لا يكون إلا عند ربنا جل في علاه. فرفع يديه سائلا ربه، قال كيف أقول حين أسأل ربي. وهذا لا يمنع أيضا السؤال لغير الله جل في علاه فيما جاء الشرع بإباحته كسؤال العلم وغيره، وأما السؤال لحاجة قد يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل مسألة إلا ثلاثة، قد يجوز ولكنه ليس الأكمل، لكنه ليس الأكمل. نعم، قال حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي. قل هنا إجابة، وهذه أيضا مسألة أصولية ولمحة أصولية في هذا الباب، وهي إذا كانت الإجابة عن سؤال فيها أمر هل يكون هذا على التعميم على الوجوب أم لا، والصحيح لا يكون الأمر مناطه على التخصيص في إجابة السؤال وليس الأمر على التعميم، مع أن العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هذا جاء مجرى السياق الصارف عن الوجوب إلى الاستحباب. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني. هنا جمع بينهم، وقد قلنا قبل ذلك أن المغفرة والرحمة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فتكون المغفرة الستر على الذنب والرحمة عدم العقوبة عليه. فقال اللهم اغفر لي وارحمني، يعني استر علي في ذنبي وارحمني، فلا تعجل العقوبة ولا تؤخر العقوبة علي فيه، وعافني وارزقني. قال وعافني لأنها أعم، من ممكن قال ما هي معافاة، وعافني أعم، يبقى عافني من المعصية، عافني في بدني، عافني في رزقي، عافني في العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ما جاء هذه جوامع الخير بأسره. قال وعافني وارزقني هنا رزقا معنويا ورزقا حسيا، لا يجوز ارزقني فقط على الرزق، الناس بأسره إذا قلت ارزقني ما هي إلا على رغيف الخبز والطعام والشراب والملبس والمال. والحق أن أعظم الرزق على الإطلاق الإيمان وسداد الإيمان وثبات الإيمان، علو القلب بالارتقاء إلى الإحسان. وارزقني رزق القلوب، ورزق القلوب أصله العلم، أصله العلم، رزق القلوب أصله العلم، ولأن القلب لا ينقى ولا يطهر، ولأن القلب لا يرتقي ولا يتعبد له كمالا في التوحيد إلا بالعلم، إلا بالبصيرة، فهذا رزق القلب. لذلك كان الله جل في علا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة، ما أمره إلا بزيادة العلم لنقاء القلب، ولأنه اختياره كان سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم القلب. نظر الله إلى قلوب العباد فوجد أصفاه وأنقاه وأتقاه قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره من رسالته. فقوله وارزقني هو الرزق المعنوي، رزق العلم، رزق القلوب، وارزقني أيضا رزق الأبدان كفاية حتى لا يتمندل الأراذل بالأخيار. قال وجمع أصابعه الأربع إلى الإبهام، فقال فإن هؤلاء أو الأربع هكذا هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك، جمع لك دينك ودنياك، قسمها، اغفر لي وارحمني للآخرة، وعافني عافني للدنيا وللآخرة، وارزقني للدنيا وللآخرة، فجمع لك كل ما تحتاجه من دنيا والآخرة. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا رزق القلوب قبل الأبدان، ويرزقنا الأبدان ويكفينا، ويجعل الدنيا في أيدينا، ولا يجعلها في قلوبنا بحال من الأحوال، ويجعلها تنفق في سبيل الله سبحانه جل في علاه، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. الفوائد المستنبطة، الرجوع إلى العلماء واجب. الفضل في دعاء المأثور أن يجمع لك خيري الدنيا والآخرة، لن تجد فصيحا بليغا يستطيع فعل ذلك، وأوتي النبي جوامع الكلم. لذلك الالتماس أو احتفاظ المرء بالدعاء المأثور والذي يرتقي به. الفائدة الثالثة، المستشار مؤتمن.